هناك واندفاعات شاهين لهلال بن صوايح بن سيف الاكتبي تهانينا والناموس. التحية تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق رياضة الهجن متابعيها من قلب الحدث من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث أشواطنا تستمر ولا مال للمشاركين على المتابعين المنطلقة. هناك أيضا مع هذه الشعارات مع شوطنا التاسع للأبكار محليات الأصايل مباشرة على المقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات. هذه مرموقة سعود بن سيب بن محمد الراشدي من يقدم لنا مرموقة، خذت المقدمة في هذه اللحظات، نقلتنا إلى المركز الثاني بلقى بعاد محمد بن حبتول بن ذيب بن سيف الدرعي خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من هملولة سالم بن سليم بن خصوان العامري يقدم لنا هملولة اللي خذت المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام على الوصول والتقدم في هذه اللحظات من منحاف محمد بن سلطان بن سالم عن نعيمي، والمركز الخامس من القادم في هذه اللحظات من المنطلق هنا مع هذه الأسماء والشعارات الباحثة عن نقطة ثمينة، نقطة مميزة في ميدان الوثبة. هناك الوصول والتقدم من أيضا وزن محمد بن سالم بطرشوم العامري، يا سلام، بينما المركز السادس وصول من انذار حمدان بن خميس بن ناصر السنيدي، والمركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام هذه ايضا الشادن حمد بن عوض بن سالم الكثيري، والمركز التاسع اللي قادمه في هذه اللحظات تفويض راشد بن بخيت بن طريبيش المنصوري، والمركز العاشر وصول وتقدم هنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار المميز اللي قادمه هنا كريام مبارك بن محمد بن نصر العامري. هنا شعار رجل المفاجات، هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى بشعارات مختلفة بأسماء مميزة قد صالت وجالت في عالمنا الساحر عالم رياضة الآباء والأجداد. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة الأولى، يا اندفاع هنا مع البداية مرموقة مرموقة مرموقة. سعود بن سيب بن محمد الراشدي من يقدم مرموقة مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذه مرموقة هنا يقدمها سعود بن سيب بن محمد الراشدي المركز الثاني، الوصول والتقدم من حاف محمد بن سلطان بن سالم النعيمي، والمركز الثالث القدوم في هذا المسار من تفويض غادمة تفويض تسللت من مركز تلو مركز راشد بن بخيط بن طريبيش المنصوري. هناك أيضا له جمهوره محبين هذا الشعار، بينما المركز الرابع القدوم من هملوله دشت معاهن واسمها هملوله القادمه بشعار سالم بن سليم خصوان العامري، ولكن الله الله ياهو قدوم ياهو زحفه ياهي شعارات هنا من المراكز الخلفيه. الوصول والتقدم هنا ايضا من شعار عبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي، ولكن اللي قادمه اللي واصله هنا في هذا المسار في هذا التحدي المثير ابعاد محمد بن حبتول بن ذيب بن سيف الدرعي يقدم لنا ابعاد، والوصول هنا من مياسه وصل بن غصنه ما يبنى له طاري ما يبنى له طاري الا في هذه اللحظات. مسعود بن سعيد بن سالم بن غصنه، وهناك ايضا الغدوم، يا سلام، غازيه 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 وصلوا اهالي زاخر سيب بن مطر بن حمد بن مطر الشامسي. هناك ايضا شعار بن عميره ولعت من هذه اللحظات لمن ناموس هذا الشوط، ولكن البدايه وين؟ وين الصداره؟ وين مع المركز الاول هنا يتقدم شعار بن عميره، ولكن البدايه والمركز الاول الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات هذه اللي قادمة هنا أيضا غازية 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 وهي غازية من المراكز الخلفية غازية إلى الناموس غازية على البداية الأولى. الله
الله يا الوثبة الوثبة الوثبة، درب يا اخواني درب للوثبة هنا القادمة في هذا الانطلاق. سعيد بن سالم بالمرة العامري، ولكن غازية غازية راحت اندفعت غازية المركز الثاني، الوصول من هملولة في هذه اللحظات. عبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي، ولكن غازية راح بن عميره راح إلى البداية، راح إلى صدارة هذا الشوط، إلى ميدان سيح صبرة في هذه اللحظات، من عاصمة الميادين إلى زاخر، إلى زاخر بانطلاقة غازية. بن غصنة واصل، بن غصنة قادم في هذا المسار في هذا الانطلاق، ولكن غازية ما زالت على البداية الأولى. سلام زاخر، سلام سلام غازية، سلام تهانينا والناموس. المركز الثاني هناك أيضا الوصول والتقدم من هملولة عبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي، بينما المركز الثالث المركز الثالث مياسة مسعود بن سعيد بن سالم بن غصنة، والمركز الرابع هذه اللي قادمة شواهين ناصر بن محمد بن شيل العامري، والمركز السادس مرموقة سعود بن سيف بن محمد الراشدي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا والناموس، سيب بن مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، التوقيت الزمني 6 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. سلام يا زاخر سلام، بينما المركز الثاني توقيتها الزمني أيضا لحظات الوصول إلى خط النهاية، هنا أيضا وصول وتقدم من هملولة عبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي 6 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية، والمركز الثالث وصول وتقدم 6 دقائق 4 ثواني 8 أجزاء من الثانية، هنا أيضا حاملة رقم 11 أيضا وصول من مياسة مسعود بن سعيد بن سالم بن غصنة، تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، نتواصل ونجدد لقائنا من جديد، شوطنا العاشر للأبكار لذاع المهجنات الأصائل، انطلق بحفظ من الله ورعايته. نذهب مباشرة إلى مسار وانطلاق هذا الشوط لنتعرف على المقدمة، ونجد من تسيطر مع المقدمة والصدارة متعبة، تعود الملكية مشاهدينا الكرام، من يقدمها مبخوت بن أحمد بن حربي بن سالم العامري مع مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني الجليلة بخيت بن سعيد بن بخيت الراشدي تتقدم مباشرة الجليلة مع المركز الثاني، انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، الوصول من بروق سيف بن سالم بالحمد الدرعي، من يتقدم مباشرة أهالي السلطنة وبالأخص أهالي ميدان السرية قادمين بهذا الانطلاق والمسار مع المركز الثالث. رابع المراكز، المركز الرابع الظبي علي بن سالم بن عبد الوهيبي.